arbre marabout. Là, la cédra. Mais pourquoi ces bouts de tissu sont accrochés comme ça? Ah, tu prends un morceau de tissu, tu l'accroches, puis après tu fais un vœu. Ah bon? Enfin, attends, mais la harpe, quoi. Alors moi aussi, je peux faire la même chose. À condition de demander une fille. Mais non, tu sais très bien que je veux un garçon, moi. Inch'Allah. Tu sais que c'était le mon goût? C'est Hammo, c'est le grand notable du village. Ah oui, je vois, c'est le pacha alors. Plus de pacha ici, qu'est-ce que tu racontes? Et voilà, on y est. Ah, tiens, ils ont l'électricité maintenant. Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. C'est beau. Oui, très beau. Magnifique. بس لطيفة هو جاي هو مراته جايين بالطوموبيل انا نصبحكم شي تعرض لهم فرحتيني يا ولدي الله يبشرك بالخير الحاج 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 بسم الله عليك نظرة لطيف ومرات وجاو جاو؟ ايه ماشي لا سلطو تقعد لبالك ما تدير وخليني نظر محل هذه مدة مش عارفة ما دي جو مموجدة لأمور الله يستر صافي لطيف راجي هو ومراته علم الله مراته كدير الحاج صافي صافي اليوم راه عندي كبير وانا فرحانة وعندك تخسر عليا الفرحة ديالي بالمقير ديالك يا ما تجبديني شيء واحنا مقادين يلا يا الحاج خلاص عبد بالله من الشيطان الرجيم انا طيب سربي سربي طيا Et voilà. Doucement. Tout doux. Tu sais, je suis crevée. Normal, hein.
Tiens. Regarde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va aller les voir. Non, je parle des bagages. On t'occupe. Il y aura certainement quelqu'un pour nous aider. J'ai chez Haddad, Ablati. بقاسم دك دك دايدا يا قاسم صاحبي مدام على سلامتكم حسنا على سلامتكم بارك مسعود الله يبارك تري بيان تري الله يبارك داري لاباس كلشي كيف وصلتوا انت الحمد لله الحمد لله تمك على خير بخير الحمد لله قول لي الطوموبيل لا 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 هنا في امان الله ما عندك مشكل ما كاين مشكل لا هي ولا الباكاج عطوا انا كلشي غنتكلم به دابا غنسيروا للدار امي عايشه والحاجه كيتسناوكم مساك غيطيروا بالفرح يلا واخا يلا وزيدوا اسمع ها امي عايشه الوالده وليدي على سلامتك يا وليدي على سلامتك على سلامتك يا وليدي على سلامتك مرحبا 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 على السلامه بنيتي على السلامه مرحبا بك دير امي على سلامتك امي عايشه معلوم يا حبيبي يا بنيتي كي داير الحال لاباس زيد وليدي زيد 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 اهلا مرحبا مرحبا بكم مرحبا زيد بنتي مرحبا بك هكذا ديريه لي مع اللي مع اللي قاعد ديال الصوفه مع القاعده بسم الله اجي بنتي اجي شنو اسمك يا بنتي اسمك اسمك زوينه هاد السميه عندك ريتك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه على سيدنا محمد يا رب اللهم صل قري هذاك الشيء ها ولا ما عاودش اجي بها شي خبار ما تتفرحش او ايه لطيف ولد الحاج الياقوتي عقب من فرنسا جايب لك معاه واحد السفريطه كافره بالله اوكاك صوب لك الله ودي الحاج الياقوتي قلت انا كيتبجع علينا انا بنصحها ها هو جا لي شوق ولده وترى اكثر من هذا الشيء ترى الكافره وكنت تشوفها اش لابسه اش لابسه لا حول ولا قوه الا بالله اش لابسه لابسه سيدي عريانة وصافي ها؟ الفقيه والفقيه الفقيه اه لا حول ولا قوة إلا بالله ترى في الحقيقة هذا السي لطيف هذا راه عيب عليه سيدي دخل هذه الكفرة للدوار هذا الشيء راه ماشي في تقاليدنا سيدي سمعتي مزيان ايه؟ أنا غادي نمشي لعندو لا خاصك تمشي غادي ندوز لعندو ندير زعما بحال جاي نبارك ليه ايه ايه باش نقلق ونشوف شنو كاين بالضبط ايه الجاب هذاك منحوس لي جنب برا الجاب معاه نتين ايه لا فهمتك السي الفقيه ترى نسيت شنو حاجه اخرى السفريطه كرشها لفمها هكاك
وصوب لك الله ودي الحاج يا قوتي. والله ما نكذب عليك بنيتي، ملي شتك تسحبك نصرانيه. سيدي لطيف قال لي لا راها مسلمه، حنا مغاربه ماما، غير انا ملي مشيت لفرنسا كان عندي 5 سنين. وبابا دار لا ناسيوناليتي فرونسيز. لادريس ام عائشه، لادريس جنسيه صافي، وبقينا عايشين تما بحال النصارى. ساكن واخا هكاك بنيتي لسانك مقروض، اللي سمعك يقول لك عنصرانية. مبارك مبارك، خلي عليك البنت كل شو شو بنيتي، خلي تميران بسم الله. والله وليدي لا توحشتك بزاف، غبرتي علينا وما كسبتي ليا صبريه تقول لي راه مرتي حامله. بغيت نخليها لك مفاجاه. قلت له ماما يكتب لك وهو ما كيبغيش. انتي شبه الباه معكس. والله يجعلوا بنيتي من حقك. ايوا كي دايره الدنيا هنا؟ ايوا الحمد لله على كل حال. شفت حتى حاجه ما تبدلات؟ كل شيء هو هو. شا نقول لك اولدي، هادي ملي مشيتي راه 10 سنين هادي، ديك الساعه كانت الوقت زينه وكان الخير والبركه، ماشي بحال دابا، حتى من الماء قلال والوقت صعبت والارض ما بقى ما عم تخدمها، اللي داه الله داه واللي عود رحل دخل المدينه راه مشى. بقيت عانك يلاص. عرفتي ملي خدمت في اوروبا شفت الارض كانت غير خلا، والناس بالخدمه والمعقول ردوها، راك سير تشوفها دابا كي ولات. وهاديك راه اوروبا ولدي، هنا راه حاجه اخرى. ما كاين حتى شي فرق، مساله مساله علم وكيفاش تخدم، وانا تعلمت الحمد لله بزاف د الحوايج. مزيان. هي قول لي تغردنا ما ضاعتش هاي الحمد لله. هيا قاسم خلعتيني. مالك حسب لك شي جن طالك من الواد؟ بسم الله الرحمن الرحيمين. فاشتك هنايا بوحدك في الواد زعما ما تخافيش من الجنود؟ انا انسانه مؤمنه كنخاف غير من الله سبحانه وتعالى. اها وما تخافيش زعما من الفقيه الا شافك هنايا؟ الفقيه ما حد فلوسي وذهبي كيوصلوه، ما عنده باش يأذن. عجب كيفاش زعما كاين يا ما كتيقيش من اللي كيقول الواد مسكون وكتيقي في شي لاخر كله؟ لان هاد الواد بالنسبه ليا شي حاجه كبيره، ما يمكنش ليا نعيش نهار ما نكبش عليا الماء ديالو. ما كتحلى ليا النعسه غير في جنب هاد الواد. انا هاد الواد تربيت فيه وعايشه فيه، وفي الليل كنحس به كيراري بيا. ما فبركش عطيه رجع على سلامتو، بغيت نشوف. ايوا كيظهر لي وقت بدلت شويه. كيفاش؟ جمع عمره من فرنسا. ياه فين هذيك الايام الزينه يا حسره، مشات ومشى معاها كل شيء. الحق انا ما عندي سعد مع الرجال، واحد تقت فيه وتزوجت به هرب عليا ومشى تزوج. قيا
باقيه. يا دوك الجبال ليه يا ولدي؟ حتى تما عاد كانت تتحد الارض ديالنا. ملي مات جدك الله يرحمه امامك بقاو تبيعوا شويه بشويه، بقيت انا وحدي، انا وحدي اللي كان عافر مزيان مع هذيك البركه ديال الارض اللي بقات لي في حقي. كنت صغير صحيح، حتى الوقت كانت زينه حتى هي، الارض كانت تعطينا اكثر من اللي كنا تنعطيو احنا. ايام الخير تنعقل ولدي كنت تنحرط بجوج جوجات ووقف على رجليا بخير وعلى خير. يا ولكن دابا الوقت تبدلت. نعم كلشي تطور، لي زونغري لي تراكتور فلاحه ولات علم تكنولوجي. نعم علاش دابا ما ديروش نتوما البير هنا؟ الماء ما غاديش يكون بعيد. لا انا الارض راه قاصحه والحجر الا جيت تحفر بير هنا راه خصك ليه ميزانيه، وبنادم هنا ما بقى قاد على شي مسكين. ها الواد علاش ما ديروش واحد الموتور ديال 10 د الخيل يسقي لكم بزاف ديال المساحه؟ تضحك عليا، الموتور شكون اللي غادي يتكلف به؟ انا غنتكلف به. انت ايوا ولدي اش غادي نقول لك؟ الله يعاونك، ما نزيدك غير الخير. انت الله يكثر خيرك. واحد يدير معاه شويه الخدامه اللي يعاونوه ويخدم الارض، ما تبقاش هكاك ما مستغلها حتى شي واحد. معلوم معقول. والماء موجود، تدير لا بومب هنا دوز لا كاناليزاسيون حتى الارض. الماء كاين هاد هنا، عندك عندك شي جوج ولا ثلاثة متر الغرق. ها لطيف، ما تلوحش الحجر في الواد. علاش ما تلوحش فيه الحجر؟ يلاه حتى للدار وغادي نسلك. يلاه ولد يلاه يلاه، قالك الواد مسكون ما مسكون، كلهم كيخافوا من الواد. ما يلاه لطيف، يلاه لطيف.
Alors, tu penses ça? Ouais, ça va. Je me suis bien reposée. Tu sais, tu as une mère très gentille. Ah bon? Ouais. Brillante femme, Tanoya. Mais ce qu'elle est superstitieuse. Tu sais, elle m'a fait montrer plein de choses. ولكن كاين واحد الحاجه حسيت بها غريبه. الناس هنا مزيانين، كتحس بهم قراب في التصرف ديالهم، مي في افكارهم بعاد. جي با كومبري بوكو سي بيزار. نو جوستمون سي لي فيكس ان في. مي كيسكو تا دو تا لير ديبريمي. Ça fait rien, Timnana. Moi, au contraire, je me sens à l'aise. Il y a comme une sorte de blocage. J'ai jamais mes chiffres blasts, j'ai jamais. Mais t'as très bien choisi, tu vois. Je comprends pas. Je comprends plus. Enfin, c'est le Walid. J'ai Hawij. ça كل شيء بلاكس تقلب عليا بحال الا انا داير شي ذنب جون تروك كومبليتوم ديبيل كوا ايكوت مو جاي حنا جينا هنا باش نرتاحو ماشي باش نتقلقو الوغ تفي با سوسي داكور جو جوست كومبروندر فهمت شنو واقع سي تو وليداتي ارتاحي حتى شويه بنيتي حسنا لا 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 على غزاله على غزاله تبارك الله وصلى على النبي تبارك الله وصلى عليك يا العفريت اختاريتي وعرفتي اش تختار تبارك الله عليها ظريفه ودغيا كتدخل في القلب حتى هي تتشكرك قالت لك تهليتي فيها وفي شتيها كاع على وليدي ماشي حتى هي راه بنيتي يا الله يصلحك وليدي الله يصلحك ويصلح سريكتك لطيف بغيت وليدي نطلبك واحد طليب الله يرضي عليك والله يكون منك الزرع والزريعة الى هذاك الواد وليدي بعد منه راه مسكون الفقيه نهانا قال لينا ما باقيش دوزو من حدا عيين فكرتيني قالوا لي لحتي حجرة في الواد راه الواد مالي راه مسكون اطلب تسليم اوليدي اطلب تسليم وما باقيش تقرب جهته انا مزوقه فيك بنيتي انا مزوقه فيك ادوي معاه وقول ليه ما باقيش يقرب للواد واخا واخا انا مشيت نشوف باك الا باغي شي حاجه كومبليتوم انتوكسيك مسحورين الناس خاصنا نديرو شي حاجه اغا تي فا با ريكومونسي هادشي راه تيعكس المشروع ديالي الا انت بغيتي دير مشروع هنا خصك تشرح ليهم سي جون لا اون بيزوان دو كومبروندر ابري تو خصني نتفاهم مع داك الفقيه اللي سحر ليهم العقل الا انتي لون بري سور لي جون سو ميك انا لا تيف بغيتي نصيحتي نو جو با لو ريفورماتور كاين شي حوايج انت يمكن ما عرفهمش ما غتفهمش كلشي شادهم في يديه دير اللي بغا سي نورمال مساكن هما ما فاهمين والو انا الفابيت ما عارفين حتى حاجه ما عارفينش شنو رايج في الدنيا مي لا تيف جو تون بري شيري كالم توا مي كالم توا جو تو كومبرون هادي ارضك هنا بلادك هنا فين دزتي مي فو با بريسيبيتي لي شوز اتون دو تو كومبرون اتون دو تو كومبرون جو تون بري داكور هذا صفق انا منو كنتمنى ما يمكنش ما يمكنش انا الجود خبروني بلي راه جاي في الطريق جاي معلوم جاي لكن ما عليه باش
غادي نزيدو ندركو بابا وغنجيبو بابا في حبال الكتاب نجيبو كيجري ما يدري. عطيش بركة على الجواد، عطيش بركة. بسم الله. ايه ولكن خص واحد اخر مازال، هذا ديال سي عبد الرحمن. بسم الله. لا بسم الله، بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله عليك. لا هذا ديال اللاقية زين، خصك تضحيك، خصك تضحي بشي حاجة غالية للرقية المرضية، حتى شي ما كيغلى على الغالية غالي. هاد المرة غادي نجيب بابا حارق. حارق؟ علام سمعيني، وإلا ما جا شي حارق أنا غادي ندري. بسم الله بسم الله بسم الله. كتمشي لواحد رقية الجواد وصلني عليك تبعدي من الواد، إلا بغيتي غرضك يتقضى ولا هادشي كله اللي كنديرو غادي يبطل. بعدي من الواد نوضي، نوضي في حركة، قضى الله الغرض. نوضي نوضي قضى الله الغرض. سلام. سلام. نوضي. اهلا نهار كبير. مبروك مبروك. نهار كبير. الله يبارك فيك. مبروك. شوفت المباراة كلهم هنا تتسناوك انت. واخا سيدي بسم الله. اهلا لطيف. اهلا اهلا. فرصة سعيدة هذه. الله عليك. فرصة سعيدة هذه. الحمد لله على سلامة كل شيء فيك. الله يسلمك. عليك ما عندي ما يتسالك. راك ما نسيتي شي والديك وما نسيتي شي بلادك. ما عندي ما يتسالك. تبارك الله عليك. ها؟ تهلا. تهلا في شيباني وفي شيباني. راه ربي سبحانه وتعالى وصى عليهم. وصى عليهم في الكتاب قال لك وبالوالدين احسانا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هذا راك شفتيني ماشي بحال هذوك الاخرين اللي كيمشيو برا وتنساو بلادهم وولادهم حتى دينهم. ما عندي ما تسالك. تهلا تهلا. واش غادي نقول لك؟ الله يكثر خيرك على هذه النصائح هذه. بلا جميل بلا جميل. نشوف السي لطيف راني ملي شفته وانا متشوق نتذاكر معاه ونتحدث معاه، لانه تبارك الله هاد الشباب هادو اللي كيخرجوا برا تيكونوا جايرين وتيكونوا تبارك الله جايبين معلومات، وحنا كتعرفنا خصنا نتعلموا ونطلبوا العلم ولو في الصين. واللي ما جا قال لك ما عرف حق الرجال. تبارك الله عليك مبروك فكرتيني. مبروك قالوا لي تزوجتي. مبروك وخديتيها مسلمه واخا كانت عايشه برا، هنا ان شاء الله راه غادي تبلد وغادي تتعلم التقاليد ديالنا وترجع ثاني للباساتنا. وهذا ما عندي ما يتسالك. ما عملتيش بحال هذوك الدراري اللي كيخرجوا برا تمشيو ياخذوا داك الشيء دوك الاجنبيات كيساو بلادهم وتقاليدهم. بارك الله عليك. دابا مع المده غادي تنسى دوك التقاليد الخايبه اللي جابت معاها وداك الشيء. الفقيه. ايه. راه تيتسناو. شكرا شكرا. الحديث باقي. نعم اسيدي تفضل. ما بغيتش نجاوبو باش ما نخسرش الليله، ولكن راه تيحك عليا. ما تديش عليا هو ديما هكداك تيقول داكشي لوحدين اخرين كيخبيوه. قول باللي داير ما باغي في الاخرين، وانا ما بغيتش نتكلم ليه في القضيه ديال الواد. خليها لك راه غادي تجبد عليك يلبه. واخا هكاك انا غادي نتكلم معاه مزيان واحد النهار. والله يهديك عطيه في الكساح. مزيان دير ما باغي في الناس والناس متيقاه. راه ماشي هو اللي مانع الواد على الناس، راه تجلس مع الناس ديال البلاد وغتسمع كل شيء. أنا اللي غادي نعاود ليه. اسمع وليدي، كانوا كيحكيو واحد الراجل اسمه سيد الدهر هو اللي قال لهم ما تقربوش حدا الواد. واحد الراجل مسكين دا ليه ربعه ديال الولاد. أنا كتعاود ليا جدة بكري الواد كان كيعوم على الدوار وفي الصباح كيصبح في بلاصتو. تبارك تبارك تبارك. ما تزيدي فيه. خليني نفهم ولدي. هذا واش دار؟
انكرويابل صاحبي، بحال الا تنحلم الفيلاج نزل حتى لهذا المستوى. تبقي خطير، واعر يا خويا، واعر واعر واعر. كل الناس مخخم بحال البابوش، ما تلا شي حد يتنفنف قدامه ولا يهز معاه الراس. ايوا ولكن انا ما غاديش نسكت ليها. لكن المشكل هي الناس كلهم في يدو، اللي قالها هي اللي كاينه. سي نورمال يدير ما بغا. لا يا خويا والله العظيم كل ديت منين دوز لي يا تندب بوه مش درت له انت درت له اللي بغا تقول لي بزاف صاحبي بزاف كاع او شغي كل هو كاع شغي عندي لك واحد المفاجاه ابو هنا كيسكن شي حد عزيز عليك سارة ما كايناش غتكون خدامة هاد العشية شكون رقية رقية الحب القديم ديالك عقلت عليها ساكنة هنا دابا راه خدامة عندك سي حمو الكبير ديال الولاد كل دوك الفيرمات وبلا شك راه خدامة انت عند شحام واحد واش تدير في الخدمة تخدم طيستر وصافي تانتا بقيت تبغيها تانتا ها اش غندير راك الغالب الله هادشي بصح اللي تتقول عليها ولا غير تتزيد فيه وخويا الناس كلها عارفه هادشي من نهار هرب على رجل الخارج وتزوج تم ترى ليها مسكينه اللي ترى ولات غاديه جايه لعندك الفقيه تضحك عليها وكالي رزقها كله سي دوماج كانت غزاله وعلى بال طالب الله الدنيا هي هادي يلا عمر علي فاطمة 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 أويل أويل هادي ولا تخدم بالأخباري فاطمة 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 واش ما تسمعيني يا فاطمة اش كديري هنا هاديك متخوت ياك ما خفتي السيف قيلا تكون باراكتي كثر من باراكتك صافي وليتي كتعني بوحدك اش هاد الخخنة هادي اش دير انا غادي نجمعهم علينا ما نعرف بزاف ورانا سايرة عا كندرب كي شتي حدا ان شاء الله غادي يجي عندنا واحد السيد كبير والكبير هو الله شتي السي ابراهيم راه مدا ولدو وقال لي بغا يعرف شكون اللي خطفوا ليه ويلا عرف وقلنا لي شكون غادي يعطينا مليون وغدا غادي يعطينا 20000 ريال صويع وليتي كتعبي كبيره فاطمة ها انما ديري بالك بانك راكي غادي تعدي ثمن كبير وانا عارفه راسي رابحه عمرك ما غادي تكوني رابحه فاطمة يلا خرج من هذوك وش هادي ضحكتينا يلا يلا حيدي من هنا حيدي عليها تخفف اري ديك اللي هنا اري فاطمة من الاحسن نحبسوا هاد الشاب وعلاش انت مالك مناش خايف انت هاد الخير تاع السيد ربي ونوضوا نحبسوا قول لي لا لا خلينا نخليوها في عزة انا راه تبان لي هذاك مسخوط الوالدين ديال لطيف شاف فيه واحد الشوفه ما عجبانيش سلامة يا ربي وفهمت شنو كيدور في مخو شنو كيدور حتى في قلبه الله يرضي عليك راه ديما مثلا كنشوف فيه غير من دار رقية للواد من الواد لدار رقية هاد الشطر هذا راه ما غاديش يخرج بخير رقية شتي هذيك رقية حسابها هو الاخر معايا انا شوفها اسمعني مزيان تتصنت وكون عاقل تاع قول لي فين غادي تمشي فين غتصيب محسن من هاد البلاصة تا سير تبرك الارض وتحمد سيدي ربي شتي كون بلا بي انا كون انا ضربك الخلا
تعال نقول تتفكرتي يانك ها تتاني باغي ترجع للقهره شتي هذاك لطيف اللي تايا خايف منه والله غلا ما دمرت لي حياته وهذيك المعفونه ديال مرته ما نمشي على ما خسرت ليها بنادم ونوريك فاطمه علاش قاده تا ديما ريك ما كيخرش احنا غنشوفوا ريك فين غادي يوصلنا كيراك اليوم ما عرفت عمرتي عرفت هذيك الويلة ديال المعدة عاود مكرسة عليا شفت شي تتشرب شفتك حل باش عشوبتي خفوا عليا شويه ديال الوجع عشوب ايه مخينزه السخانة وسعصروا في ليا وليدي الوجع مرة كما تسمى راسكم بهذاك الفقي الله يهديك يا وليدي انت هذه راه عشوب ديال سيدي ربي وهذاك الفقي مسكين ديما كيرحمنا بها كيف ما خرج والو من راسو هذه عشوب كانوا تيديروها جدودنا من يوم زمان واخا هكاك خصك مرة مرة تمشي عند الطبيب ماشي مزيان تخليه المرض وحدة تزيد على الأخرى الطبيب ما عندي ما ندير به وتنكب من الله تعالى اللي وصلني عليه في هذا الشيء اللي باقي لي في حياتي أنت هو أنت أنا هو أنا عمرك غادي تبدل الوالد شفت شي حوايج اليوم في الفيلاج ما عجبونيش بزاف شنو هي الناس فنيانين تحد ما قادر يدير شي حاجه ايوا انا كنحمد سيدي ربي بهذا الشويه اللي عطاني ومخدم معاه انا هذاك الشويه ديال المجهود غادي يكفيني حتى لهذا الشيء اللي باقي ليا في عمري بلا ما نتجدى حد ولا نوصل شي واحد ازيد شي خلي دلبت اليوم الصباح وانا كنت مشى في البلاد حسبت عندك 70 قطار كاينه 20 منها يمكن لها تسقى علاش ما نخدموهاش انا قلت لك ودي ما بقات عندي صحه واحد اللي عطاه الله الخير بحال هذا حرام يخليه يضيع ايوا انت ولدي عاري على كتافك يلا منزلك الخير وقول لي فكرتي في فرنسا والمستقبل ديالك فيها فرنسا فرنسا انا والدي وبلادي احسن لي من فرنسا كلها والمستقبل ديالي هنا احسن الخدمة ديالي هنا كاع غيكون عندها المعنى اكثر ومراتك لا مراتي يا سيدي مليح هكذا اش غادي نقول لك انا كان تحزم بالصبر واللي زيد نوريك هو الامور هنا راه ما تتمشاش كيف خصها تكون وهذا الشيء تزيد يصعب الوقت بغيتي تقول الفقيه والطبقة ديالو انا عطيني شوية الوقت واقتنعوا الناس كاملين انا عاطيك كامل الحرية دير اللي عجبك خدم ودير اللي بغيتي غير انا الله يرضي عليك رانا ما قد على تعافير باغي غير التقهر لطيف ولا عليك انا غنتكلف بكل شيء لطيف 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 وين؟ يلا معايا يلا معايا وجب عينيك ياك لاباس يلا صاحبي زيد معايا شحال الكتابة كتبي لي في دارها ميتة شيلها كتابة كتابة مقلوبة بغاو يعنيو زعما الجنون مجرمين هذا هذه ما تكون غير الفعيل ديال الفقي هذه هي الاخرى لي شوف عندي فكره غتمشي تجيب لاباراي فوتو اللي عند حسن اسمع وغادي تجيبها مخزونه ما توريها لشي واحد انا غنتخزن هنا جري
اش وقع للرقيه؟ مالها؟ لقاوها مرميه في جنب الواد ميته، ولحمها كله مضروب ومخطط بخطوطه كحل. هذا راك تقولي؟ قال لك سيدي ضربوها بسم الله الرحمن الرحيم اللي في الواد. هكا هي من التخربيق. الحاج ويلي مبقات في كنيه. الله يرحم باك، ما تبقاش تخرجي تجمعي ليا في الهدوء الخاويه وجيت مرضيني بها، واش باغا تكلخ امي؟ ما عقلتيش ملي كنتي طايح، شكون اللي ينفعك غير الفقيه؟ بقى كيصرع فيك تخرج منك الرياح، وبسم الله الرحمن الرحيم اللي كانوا معذبينك، ديك الساعه ما كنتيش عايم كلخ، اطلب التسليم، راك مريض. ما مريتش. قلت لك مريض. ما مريتش. قلت لك مريض. مريض لا، بقي لي على خاطرك، ولا تعصبيني شي ونوضي تسخني لي امها. راني نايضة. دي دون سا دوفيان سي. باش ما تسعو ثاني هاد المرة؟ Il peut y avoir plusieurs raisons. أو كي بان شي حوايج. هذا شي حد حس بلي المخطط ديالو غادي تفضح ولا وبدا كيخوف الناس وبلاش كادي غير البداية. أنا بعد على طفرة بديت كنخاف. يلا نشوف حالنا. على حساب لهم خفت. مي سي نورمال، كلشي الناس كتخاف. اي الوغ اي بي اون سون فو، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، حنا اون سون فا داكور. با تو دو سويت، خصني نفهم بعدا اش طاري. اه اي بي جو كومونس افوار مي دولور ديجا. سي كو ساتيام موا كيس كو جون سي موا، انا طبيب. اي سي سيريو لا تيف جاني الوجع. اي تدو تدو اي عاوتاني شدني الوجع. رونج توا رونج توا. تدو فوالا ريسبير ريسبير سي سا انكور اون فوا. سي سا فوالا تري بيان. اكسكوز موا، خصني ندير شي حاجه، ما خصنيش نبقى جالس كنتفرج مربع يدي كوم ان كوم. سي با لو رول دو لا جوندارمري سا. لا جوندارمري جو بيان، ولكن هو الدور ديال المواطن حتى هو، خصوصا انا طرف هاد المشكل تيمسني. بون شنو بغيتي دير دابا؟ كيسكو تي كونت فيغ؟ جو سي با انكور، خصني نفكر. خصك تعاونيني. بخوني؟ بيان سور. على بنتي سوريا. دوسمو دوسمو. قول 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 قول. لا دو دو. اش غادي نديرو؟ ولكن توعدني ما تتحركش من هنا ولو يوقع اللي وقع. اشنو؟ اش غادي دير؟ شد غير شد. ياه؟ انت تسقاش كدير؟ اش كدير؟ ياك ما ناويتهم في الواد؟ الواد شد ياك ما حسبتك هذا لابيسين. فا جوستومون علاش لا؟ اش كاع لطيف. لطيف
زينة أجي تعود صوت ودابا أنا شافك الفقير أش غادي يقول؟ أنا بغيت جوستومو يشوفني هيا وعندك تجير اوريدك هذيك دايده الناس دغيا تجوقوا انا بغيتهم يشوفوني ما جرى ليا والو باش يعرفوا الواد ديالهم راه نقي وصافي والما ديالو نعمه واش غنقول لك اخويا لطيف انا راه خايف عليك من ام عائشه واش جا ما سكتها دابا ما عندها ما تقول لو ما وقع ليا والو ما عندها ما تقول حياني جد جي توريني فيها عرفتي قاسم في الجهه الاخرى ديال الواد لقيت واحد تويو ديال الماء خارج من الواد ودخل في الارض شنو هو كادوس ديال الماء شي حتى يسرق الماء ومبغاش الناس يعرفوه كادوس اه هذا واقيلا غيكون سي حمو هو اللي يقدر يكون تياخذ الماء ديال الواد ما بغي حد يعرفه سبيزا هم خبرهم في الارض مزيان حافر ليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن هذا منكر شاد المسخ شاد خلط الحياة شاد خلط العرض الله يا ودي أنت زعما ولد عائلة الناس كلها كتحترمها جدك الله يرحمه وباك عمر شي واحد ما دا منهم كلمة ديال العيب شاد المسخ هذا ها جاي هنا كتعرى لنا العيالات هنايا في القبيلة شي حشومة هادشي اللي جابنا من برا جابنا خلط الحياة جابنا مسخ أنا باري منك هاد الواد هذا راه ملوكو راه مسكون راه ماليه انا باري والله فرتي من هادي عكر لك كنت كنتسناك تبان شي نهار وتطلق هذاك اللسان ديالك هاد الكلام ديالك ما عنده لا ساس ولا راس وانت عارف هادشي كله كذوب عارف باللي لا ميمكنش تكون عندك السلطه ولا الحكمه على الناس الا بالكذوب وهادشي ما غاديش يقضي فيا هادشي علاش تتغلي انت دابا انا كذاب اه انا كذاب انت كذاب شهدوني القبيله شهدوني ولكن الله يسامح انا ما غديش عليك وليدي يا لطيف غنحسب هذه غير تقول ليها قاتو لسان نقولوا غير عثرتك الله يسامحك ياك غير عثرتي غير زلقتي ها زلقاتو لسان وصافي ياك سي لطيف بركه بركه من النفاق والشعوذه انت كذاب ايه كذاب بصح انا كذاب ايه شهدوا عليه هذا القبيله شهدوا عليه شهدوا على هذا المسخ اللي كيدير انا غادي ندعيك للمخزن بيني وبينك المخزن الا كنت انا كذاب زيد معايا سيدي ياك شاب انت قول اي خلي على اللعبه المخزن توحيد واش تتوحيد كي داير كومبليتون سانكلي بلبل ينفخ ويتفش بحال شي حنش لطيف لطيف سي فري عمتي في الواد مي غير بو موا لطيف وي مي بوركوا علاش مشيتي للواد علاش واش ما عرفتيش بداك الواد يكون فيه الحناش ومسخ بوكو تو افي سا مي تي فو كوا جون غازو دوسي ناسي ناسي فريمون تو في دي شوز C'est sérieux là? Oh, j'en ai bien peur. Il me claque à l'rebt. Aïe! Tu veux que j'appelle un médecin? Oui, oui. Fais vite! Aïe! Aïe!
ماما خلي الناس قبل ما ديرونجيها اي انا غنعيط للزورجانس من ستاسيون قريبه فيت لا تير وي اوكي تيان بون خاصنا جاهل وجع خاصنا نعيط لزورجونس تجي معايا مسكينه واه وعلى نلبس عليها ونخرط عليك سبقاني للطوبيل يلا يا لطيف ويلي 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 ما ساخيت هيتش البلاوات يا لطيف يا لطيف يا لطيف عرفتي شغيتك مليح ما تفكر انت تبشي حاجة فكر غير في مراتك انا غنمشي نجيب الكرويلة نقدو بها الكرويلة شغندير لنا الكرويلة ويلي ويلي وخير ما سير في ساح في ساح وهي الأولى يلا زيد طح قاسم الكتابة اللي في الطوموبيل هي نفسها اللي كانت على القيارة ميم سيناتور خليني دابا من هادشي ويلا نمشيو نقريو الغرض هادشي ترجعو نمشيو عاد وما تنساش تصاور ويلا وزيد طح لا 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 ما بغيتش نمشي للجدارمية هذا خصني نشدو حي شوف هذا شي واحد عارف شنو كيدير قاري حسابو مزيان ويلا زيد طلع نقريو الغرض سير سير يلا غير التليفون دابا وحنا والله ارا زيد انت كتعان فيا ويلي ارا نقول لك ولا دابا خاصها بعدا دير ليكوغرافي لانه ممكن تولد قبل الوقت ولكن ما تخلاش عليها خاصها غير تبقى مرتاحه ونعسه على تحرك ليكوغرافي شنو غنديرو ماشي مستعجل خاصها بعدا تمشي لمستشفى الولاده لان الراحه ضروريه ليها بزاف بنيتي وتبقى تحت الحراسه المستمره ديال الاطباء غادي تطلع دابا نديرها ماشي السبيطار غادي تتصل بالميدسان شاف اما هادو هذا حتى كثر عليه الوجه متفقين الله يكون معك بنيتي الله يكون معك الله يا وليدي الله بنيتي كتموت علاش ما قلتيهاش لي طيب لي بعدا شويه ديال الدواء يبرد عليها الوجع وعلى الاقل نجي نونسها امي الوالد مريض ما بغيتش نقلقك نزيد عليك الله يا وليدي هذه شي عين صابته
شوف وليدي انا غنمشي نجيب المجمع. ما تشي كود معاك خاصه القاسم انا خويا تسع هو طلع من رحم الوالدين صافي اصل لك مع الولاد الحرام هذا quelque chose pour me calmer. Faut pas prendre n'importe quoi. J'ai trop mal. Sorry, tu veux que je mette un doigt, tu te dis avec le jet. Je peux pas résister. S'il te plaît. Patience. Ya Rabbi. Ça va passer. الحمل يا رسول الله شباو الحمل يا رسول الله شباو الحمل يا رسول الله شاد الشيء هذا غير شويه الفاس اخو شباو الحمل على العين شاد المصيبه جبتي ثاني قاتل راه مسكينه مامو الفاشا بالبخور ما تخرج هذا الشيء واش هي هذه المصيبه الفقير اش من فقير مازال شايفين العيالات الحاملين كلهم كيتبخروا الله يخليك خرجي هذا الشيء صافي بنتو على حساب الصغير بالبخور Que je t'amène ici. Parce que je te prête, il n'y a rien. Son dos. J'en peux plus. Je peux plus tenir en place. Allez, t'as cassé ma vie. Monsieur Jib, d'abord, ambulance de Hassna. C'est une bête, mon ami. Quand même, t'as fait que tu m'as fait un peu الصباح الليل هذا صاحبي والافات واه خصني نمشي دابا باش نوصل بكري ليها الطفل المدينة راه مريضة وليدي عنده ولسيسة وبيت الليل كلهم عندنا زمن عنقو يا كاع الجيران فيقناهم كي شتي وليدي الطبيب عنده الزحام يلا يلا يشد النوبة للحقاتو ويونسك وليدي راه الدنيا خاوية انت شتي وليدي هاد الخلا والقيفار وسير وليدي الله يسترك الله يعطيك صحيحتك سير وليدي الله ينورك الله يعطيك وليدي العز ايوا انا شديتك وليدي حي الا نخليها فيك ما اناش فاطمه الحقيقيه الا ما رضيتك بحال الفكرون جيت لهاد الوجه وندبوا ليا شكرا
حسنة بنيتي كيف بقيتي شوية؟ الحمد لله الحمد لله. نولي بنيتي نولي بسم الله بسم الله بسم الله. هاكم انتي شرب شوية 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 ديال القرفة. عفا بنيتي باش تسخن لك الوجع. ما تضركش بنيتي. لا ما نقدرش بنيتي للنظيف بغيت نظيف. واخا بنيتي واخا. جيب لك شي حاجه تشربها. الو بس الخير الله يخليك. بغيت هذه لا ماتيرنيتي. بغيت لو ماجور دو سيرفيس عافاك. ايه سي بور اون امبولانس. نعم الو الو
بارك الله عليك ما يتسالكش. فاطمة خليتك الحنش مقطع الراس. شوف عندك هادشي اللي بيناتنا يمشي يخرج، انا وصيتك. ويلي تي فاطمة مالينا تناكل في الربيع. ودابا سمعتي دابا باقي لك غداك الشغل، سير قديه وسير دخل في حالتك للدار، ما تخرج تنعيط عليك. فاطمة كوني هاني انا مشيت. وسير الله يعاونك. انا سيدي الدار هادي هادي اندروح لاباس لاباس راه خدات الدواء دابا وراه نعسان تحمد الله. قول لي فين الطوبيل خليتهم؟ هادي مؤامره قاسم، زيت واحد السيد في الطريق خلاني وصلت للستاسيون، زدت ندير التليفون سرق الصوارات والوراق والباسبور وكل شيء وسلطاتو الارض. ويلي غادي الحماق. واش انت صاحبي الله يهديك، النهار الاول فاش تكرفتك على الطوموبيل قلت لك دارميه وانت ما كتسمعنيش. اش ديما غادي نشكي عند جدارميه بحال تهنا ودابا على حسن وشوف داكشي من بعد. يلا يلا سليم سليم ريجا الله سليم، وقفوا معانا سليم، وقفوا معانا ريجا الله. ديا ديا اش كدير عاوتاني؟ اش هاد الخطيره هادي؟ ها ومالك انت يا سوقك شغلك يلا وبلا بيا انا كرك ما كدير والو انت اش تعرف؟ لا لا راك غادي توصلي بينا شي مصيبه ما قادينش عليها. الحمد لله وخلينا على قدر حالنا، خلينا لالا على قدر الحال، راه اللي بغاها كلها تيخليها كلها. راكي غتعيقي يا عباد الله، غادي يهربوا علينا. انا عارفه اش كندير. قولي لي رقيه. شكون رقيه؟ اقولي لي شكون اللي قتلها؟ قالك شكون رقيه؟ انا. انت ياك ها؟ انا قد نقتل انا، وكون كان عندي الجاد وكون ما كرهتش الشده ونجيفها بين يديات يخرجوا عينيها. عقلتي ديك ليامات ملي كنتي كدوز كتبقى تم غدا كتهدى وتحنزص فيك دوك العينين. شوفي راه ما تقولي ليش الحقيقه غنمشي نعلم بيك الجدارميه. الجدارميه؟ ولا مشيتي عند الجدارميه راه غادي يديوني انا وياك الحبس. عارف انما حسابك انت غادي يكون ثقيل. وانت زعما تقديرها؟ معلوم نديرها، ديما تتقولي بلا بيا انا انت ما كتسوى والو، انا اللي دايره انا اللي دايره. والله ما قلتي لي الحقيقه راه الا علمت بك الجدارميه وغبرت من حياتك الى ابد العابدين. ايوا ثق بيا، هذاك الصباح كنت غادا جهه الواد وهي تبان لي مجيفه وهازها المال فوق. وانا نجي مع جنب الواد وانا نجرها ودورتها ومسحت ليها ظهرها وكتبت ليها فيه باش يقولوا الناس ويثيقوا باللي الجن كاين في الواد. مطيف حاج لي قوسي. نعم. مبروك ما تزاد عندك غيبه هذه في الخارج، مرحبا بك في البلاد. شكرا. دوز عندي للدار شي وقيت، اجي نهار الجمعه في العشيه ان شاء الله. قالوا لي عندك ما تقول في الفلاحه شويه
جبتي بزاف ديال المشاريع لهاد الناحيه. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. علينا ولكن بخير. جات عندي بنت. بارك مسعود. الله يبارك فيك. وحسنا ياك ما تمحنت شي مسكينه ولا دخلات ويحفظها الله وصافي. والطفله خاصها تبقى في لاكوفاز شهر. فاش القرعه؟ ياك بعد ما تخافش عليها. لا بخير بخير. وشوف ما عندكش تقول هادشي للوالده غادي تخلعها. لا لا ما نقولهاش لها. لطيف لطيف بارك الشطر عاوتاني يوم في الدوار ياك لاباس ولا بلاش حتى من بعد ماشي ساعه حتى من بعد نهضروا واخا القواسي ديال الكسته ديال الرقيه فوق القبر ديالها وملويه في كفن كحل. هادو جنون هادو خاصنا نقولوها لي جوندارم. ايه ولكن والتصاور خرجتيهم؟ خرجتهم. واخا مزيان خاصنا نزيدو عليهم تصاور اخرين. علاش؟ خاصو غيقدروا ينفعونا ربما ما تعرف. شوف غدا الاربع السوق الفقي كيدي الكيطون ديالو بنيه تما وكيمشي معاه الطالب ديالو ومراته كتبقى دارو خاويه. حنا ديك الساعه ندخلو ونشوفو الا كاين شي حاجه نصوروها. ما عندناش الدروه ندخلو. كيفاش ما عندناش الحق ندخلو في الدار ديال الناس؟ حق هو عنده الحق اللي يبقى يروع في عباد الله بحال ما خلع فيهم. المهم دابا ندوز عندك ونشوف واش غنديرو. بس انا غنجي عندك صافي. بس جات عندي بنت. بنت الله على وليدي. الله 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 مبارك مسعود يا وليدي. مبارك مسعود. الله يبارك فيك. هي حسنه يا وليدي بقات معها في السبيطار. هي خاصها تبقى تما ترتاح واحد 3 ايام ولا 4 ايام ونجيبها. على سلامتها يا وليدي. على سلامتها. كره تعذبات مسكينه شويه ماشي بزاف. كاين الوالد؟ ايه راه كاين. كيبقى شويه. شويه وليدي صبح شويه سير عند راه كيسول عليك. الله الله مبارك مسعود وليدي. مبارك مسعود على سلامتك. الله يسلمك. على سلامتك مبارك مسعود. مبارك مسعود الحاج. عندك بنيه. هاد النهار هذا عرفتي شحال هادو انا كنتسناه هادي سنين. الله تعالى ما خيبنيش. كنت دائما تنتمنى تكون عندي بنيه. وهي شات شات شي الوالد ديال العكاز. لا ولدي هادي غير كانت باقا فيها شويه ديال الدخان الحق بديت كنسترجع القوه ديالي. الحمد لله. ايوا الحمد لله. هزات وفقديت السميه. غنسميوها عائشه. عائشه الله يرضى عليك يا وليدي. على قلت سميات. يلا جابت الله اني تخرجني معاك. علاش الولد اللي كله هو سهران حدا مراته خليه بعدا غير ياكل شويه يشرب شي كويس ديال اتاي. واخا انا غنصوب لكم اتاي. يلا دخل يا ولدي دخل دخل ارتاح مع راسك دخل. شحال كنحس بالراحه وانا كنتمشى. كترشي معاك ولدي بقى فيا بزاف. هو مستقبلك اللي ما وجدتو لك شي هنا ما خممت شي. ولكن الفلطه ماشي ديالي. ما كنت ناويك شي غادي ترجع. المستقبل ديالي ماشي مشكل هنا او في موضع اخر. كيهمش اللي مهم هو
اننا نخدموا الارض. ما بغيت ترجع في كلامك وتخلينا. دابا انا باش نخدم الارض مزيان ونردها فيرما عصريه خصني المساعده. بحالاش؟ كريدي من لا بنك ولا شي شريك؟ شوف اولدي الله يرضي عليك، بدا غير بشويه، بدا صغير، ما تشارك مع احد، وملي تقول فيها لرجلك ان شاء الله هاديك الساعه مد براحك. شهاد التفكير هو اللي كيقلقني انا، هاد كثرة الشك وقلت الثقه في الناس ما عمرنا غادي نتقدموا بها. لا ولدي انا قلت لك هكذا بدا صغير وعول على راسك، غير حيت ما عارفش الناس دير هنا كيف دايرين. خصنا نفوتوا هاد الشيء، خصنا نمشيو عند الناس، ما نبقاوش سادين على راسنا، نستافدوا منهم، ما نشوفوش غير الاشياء اللي خايبه، نشوف حتى الامور اللي مزيانه. هذاك حمو مثلا مالو؟ عرض عليا. ويلا علاش اللي ما نديروش معاه شويه؟ شوف الله يرضي عليك، هذاك اعطيه اتساع، هذاك راه الا عرف مصلحته فيك يحل لك يديه بزوج، ولا مشى تاساسك يطلق عليك كلاب وياكلوك. ولكن سيت لقيتو برك ليا في البنت هو الاول. وفاش عارف عندك البنت؟ باش يلا قسم. قسم لطيف جبتي الصورة؟ صافي. ما قلتش ليك تلاقيت سي حمو عاوتاني؟ هاد المرة سلم عليا وعرضني لدارو نهار الجمعة. واي هاي هاي سيدي راك وليتي مهم، ناس كبار ولاو عرضوا عليك وضيفوك. لكن اش غنقول لك اصحابي، هذاك السيد راه فيه شكل وما عمره هضر مع حد ولا جمع مع شي حد ولا حاشا شي حد، وتصور وحتى السلام عليكم هي الاخرى ما عمره خسر علينا. انا غنعطيك رايي فيه حتى نشوفه. وهذا هي اخي، انا ما عرفت خفتو ليكون عنده بك شي غرض ولا بغى ينشبك في شي بيعه وشريه في هاد الدخول. انا وصاني الوالد عليه، وما عرف اخويا خصني نشوفه بعدا نعرف اش تحت راسو عاد صور. صافي هو الدخان ماشي شغلنا. Thank you.
تفضل. مرحبا. ايوا كده السفر مزيان؟ كي جاتك البلاد من بعد هاد الغيبه كلها؟ شويه الصعوبات. الناس هنا مازالين عايشين في العصور الوسطى. بتطفي غير تيامنوا بزاف بالشعوذه. تخلف. كاين واحد الفقيه هو اللي معمر الناس راسهم بالخريف، يقول لهم الواد فيه مسكون وخلي الناس يموتوا بلاطش. مسمي راسو فقي هو امي ما كيعرفش يكتب حتى سميتو. ابو كان خدام عندي شيفور ديال التراكتور، طردتو لانه ما صالح حتى لشي مصلح، لا هو ولا الكارثه ديال مراتو. كانت غادي دير لي فضيحه، كانت غادي تسمم الخدامه كاملين. هذه مجرمه، هذه هما اللي قتلوا رقيه. لا لا انا عارف كل شيء، ما تقدرش توصل لهذا الحد، لا هي ولا الفقيه راجلها. رقيه غرقات انتحرت، كوماندار الجدارميه اكد لي هذا الشيء بنفسه. فاطنا والفقيه استغلوا الفرصه، والتحقيق بين ان رقيه خرجوها زوج الناس من الواد، لقاو الاثر ديال رجليهم تماك، وهذاك الشيء اللي مكتوب في الجثه ديالها تكتب من بعد ما خرجوها من الواد. عاونها هذاك الطالب كتلعب به فاطنة كي بغات، هو اللي خرج رقية من القبور وكفنها في كفن كحل. راك على بال السي حمو، خصني نعرف كل شيء، الشدة والفدة. الحق ما كاين، بس انا غادي نهنيكم من الفقيه، غادي دابا نعيط للقايد ونقول له يجمعوا هو ومراته، يهنينا منه ويهنيكم منه. وعلاش تسنيتي هذا الوقت كله؟ كنت ساكت لان الوضعيه كانت مناسباني، كانت في مصلحتي. الناس ما كانوش يقدروا يستعملوا هذا الواد، كيبيعوا الارض بجوج فرنك كيهاجروا. هكذا كبرت الاملاك ديالي ولكن دابا بقيت بوحدي. كاع الملاك الصغار والمتوسطين واللي لعندهم كل شي مشى. اللي ضرني هو اليد العاملة، هاجرت ما بقى ما يتعمل. دابا المصلحة ديالي هو نعود كل شي من جديد، خصني استفد من هذاك الشي اللي عندي، خصني ناس بحالك، خصني باش ترجع الحياة للقرية. شحال هدي وانا كنت منا نلقى شي واحد بحالك، الظروف ما كانتش مناسبة. هذاك المشروع ديالك في الارض ديال باك راني على بال نساعدك فيه ونشركو بوحدك في هاد الخلا، ما عندك ما تدير. خصك العوين، خصك الناس على من تعتمد، الناس اللي ولدت منهم.
أباش كلم السعادة القايد. ليش بغاني؟ تعال عنده تعرف. خلص من الله. فين فاتنا؟ ها؟ فين فاتنا تاي؟ هيا كتنا. كلمات تاي. واخ. يلا يا تلقنا. جيب معايا الدوزان ولا؟ جيب فاتنا ويلا خلص تلقنا. كشلو. فاتنا. وفاتنا. وفاتنا. يلا زيد يا زيد زيد يلا زيد يا سيدي زيد 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 خصني ناس بحال هكا، خصني دم جديد باش الحياة تعاود ترجع لهاد القرية. شحال هادي وانا كنتسنى نلقى شي واحد بحال هكا. هذاك الراجل عطيه اتساع، راه الا عرف مصلحته فيك يحلك يديه لزوج، وغير يسوسك يطلق عليك كلاب وياكلوك. شكون؟ غير انا وليدي ياك لاباس. ها لاباس عليك وليدي؟ كنت وليدي نصلي الفجر بالي الضو عندك شاعل، جيت نشوف كيف لاباس. ما كان حتى شي باس غير النعاس ما جانيش. ما جاكش النعاس؟ مشوش على بنيتك؟ ما تخافش وليدي، دابا تولي لاباس. شوف وليدي، غنجيب لك شي حاجه سخونه تشربها. انا غنغمض عينيا وخدي الناس. واخا وليدي واخا تماك الضو. شكون؟ غير انا وليدي. عاود ثاني هاك بسم الله. هاك الكويز ديال لويزا باش تهد لك وترتاح وتنعس. ما فيهاش شحال هاد الفقير. والله وليدي ما فيها، وحق الله العظيم غير لويزا وزيدون ماك مع هاد الفقير. عمرو ما عطانا وليدي شي حاجه درتنا، هو غير السبب والكمال على الله. واخا انا غادي نشربو الناس. واخا الله يصبحك فرحة الله. شوف شرب عندك ما تشربش. I'm gonna get you.